يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح النصر يا مصر، صباح العزة والكرامة، صباح الفخر بأبطالنا وجيشنا. النهاردة يوم من أيامنا المجيدة والفريدة اللي لا يمكن تتنسي أبدا. زي النهاردة من 49 سنة مصر رجعت عافية من تاني. المصريين قدروا ان هم يرجعوا ارضهم في اعظم انتصارات الامه العربيه كلها، حرب اكتوبر المجيده. كل سنه وكل المصريين طيبين وبالف خير. كل سنه وجيشنا رافع رايات النصر والفخر. الجيش اللي عبر المستحيل عشان يستعيد مره تانيه كل شبر من ارض سيناء، بالتعب بالاصرار بالقوه والعزيمه في ملحمه النصر اللي هتفضل ذكرى خالده بنفخر بها كلنا كمصريين. هتفضل حرب اكتوبر هي الحدث الاهم في ذاكرتنا جميعا وفي تاريخنا الحديث، لأن حرب أكتوبر لم تكن مجرد حرب عابرة في تاريخ العسكرية المصرية المليئة بالبطولات، لكن كان حدث فريد من نوعه. انتبه لي العالم كله بعد ما قدر المصريين أن هم يعبروا قناة السويس ويحطموا دفاعات خط بارليف اللي كان وقتها أكبر مانع مائي في العالم كله، وده ليه؟ عشان ينهوا أسطورة جيش العدو الذي لا يقهر، ويحققوا كمان انتصار عظيم شهد لي العالم كله. هذا الانتصار كانت كلمة السر فيه هي الإرادة والتخطيط، فبدون إرادة قوية وتخطيط سليم ما كانش هيكون فيه خطة خداع استراتيجي، ما كانش هيبقى فيه أفكار عبقرية زي تحطيم خط بارليف المنيع بمضخة من المياه وتجهيز كباري تنقل للضفة التانية وتحويل طائرات التدريب إلى طائرات حربية تدخل معركة وتنفذ ضربات بمنتهى الدقة. بالعزيمة والإرادة قدرنا أننا نعبر ونقاتل بشجاعة وننتصر ونسترد كرامتنا وأرضنا. وكل سنة وكل المصريين طيبين وبألف خير. بنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.